الاسباني وبداية الشوط كانت مع الديب وحتى ما نقول احتكاك لازم الطرد سيري على الصدر لذلك كان في احتكاك ودفع المهاجم مدرادو في ضغط عليه تعاود المحاولة لمصلحة فريق سيرنا لانشي يستعيد الكرة ملعب امامية محاولة من ديميكيلي للمرور ديميكيلي او من مورييل مورييل مهارات ممتازة مورييل فنيات عالية موهوب رائع هذا المتربي وركلة جزاء حكم اللقاء ماذا يحتسب ماذا يعلن يتصلي ضربة جزاء ركلة جزاء مورييل ما هذه الامكانيات ما هذا الاعجاز يا مورييل شوفوا مورييل شوفوا يراوغ الاول الثاني الثالث ما فيش مشكلة الرابع يخترق وكاتسي فيها ركلة جزاء فيها ريغولي فيها ريغولي ما فيش كلام فيها ريغولي ريغولي لمورييل